الفيديو الماضي أعطيتك 10 خطوات إذا بتعملهم راح يخسروك شغلك. شو رأيك في هذا الفيديو؟ أعطيك خطوات تخسرك شغلك خلال 10 أيام. حلو الديل، خلينا نبلش. يلا جاسر مصطفى ونو مور، راح نجيب بعض كتاب. اليوم الأول معلم، تعال متأخر، نعسان ومش طايق حالك، تعبان قد ما تقدر ومتأخر قد ما تقدر ونعسان قد ما تقدر. مر اليوم الأول حلاوة. اليوم الثاني تعال مبهدل معلم، ولا تلبس اشي مرتب، ولا تلبس اشي لائق، البس اشي غير لائق بالمرة، خاصة إذا أنت شغلك فيه احتكاك مع الزباين بشكل كثير مباشر، وما بقدر أفسر لك شو يعني اللبس غير لائق، أنت فهمها لحالك. اليوم الثالث معلم، قرر إنه مش شغلك. شو يعني مش شغلك؟ يعني شو الوصف الوظيفي تبعك بيحكي؟ أنت عارف شو البنود اللي لازم تعملها، أي إشي ثاني مش شغلي، ما بعرف وما بدي أعمله وما إلي دخل. اليوم الرابع ويوم النميمة العالمي، حاول تحكي قد ما تقدر عن كل حدا في الشركة، خصوصي مين؟ صح، خصوصي مديرك. شل أمل ونميمة قد ما تقدر في اليوم الرابع. في اليوم الخامس، لا تشد حالك إذا نهلك حالنا في الشغل. لسه المساء عندك عيلة وعندك طلعات وعندك أصحاب وعندك أرجيلة، ويمكن يكون في لعبة شدة أصلاً. نفاضين لهذا الحكي معلم، للشغل والحكي الفادي هذا معلم. العمر بيخلص والشغل عمره ما بيخلص، فأسيبنا. اليوم السادس، لا هيك، أيوة، اليوم السادس معلم، عصب قد ما تقدر. لا عصب أكثر. أيوة عصب قد ما تقدر وبهدل الكل معلم، وإذا في إشي بتكسر هيك كمان كسره. ليه؟ لأنه أنت معلم سيطرة. اليوم السابع، شو راح يكون في اليوم السابع؟ واضح الأمور. اليوم السابع معلم إجازة مرضية، أنت عندك 14 يوم إجازة مرضية، استغلهم يعني، ما بدنا نشتغل حتى لو في تسليم صحتك، خذ إجازة مرضية. اليوم الثامن معلم، يوم مفصلي في حياتك العملية. شو يعني؟ أنت أصلاً جاي من إجازة مرضية، فهون بدنا ندخل معلم في مود السايلنت، ما بدنا نحكي مع حدا ولا حد يحكي معنا، ولا حدا حكى معك ما بدنا نعبره، احنا في حالنا وهم في حالهم. خليك طول اليوم تنتقل بعديها معلم، بتروح على البيت. وبتجينا متى؟ تجينا اليوم التاسع، اخذنا اجازة مرضية، بعدين في يوم البعض ضلينا ساكتين، ريحنا على الاخر. هذا يوم الحكي العالمي، بدك تقضيها تحكي 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 تحكي، قزز الكل، احكي في كل المواضيع. شوف البتنجان اصلا ليش لونه اسود، هذا لونه اسود. شوف الكوسة معلم ليش اجمد من البندورة. احكي في كل إشي ومع كل حدا، وضيع وقت كل الناس وضيع وقتك، وفي مواضيع ما لها أي أدنى علاقة مع الشغل، وظلك احكي واحكي. لا احكي كمان، طول احكي كمان. 2000 years later. وهون معلم، بعد ما جينا من اليوم التاسع وخلصنا وروحنا وحكينا مع الكل وضيعنا، النقطة العاشرة اللي هو في اليوم العاشر، جيت على الشغل، إذا الأهل لسه ما روحوك والجماعة روحهم كثير طويلة ومش عارف تلاقي معهم صرفة، إيش بدك تعمل اليوم؟ شو؟ صح علي صوتك، بدك تتصرف اليوم كأنك أنت المدير العام تبع الشركة. بدك تتمخطر في الشركة بتناكة، إلغي تسليمات على كيفك، اتفق على تسليمات على كيفك، حط تسليمات على كيفك، ووقع اوراق على كيفك. من انت معلم خربانة، وبدك تروح وبهدل الكل. ومين خصوصا راح تبهدله؟ مين؟ ايوه مديرك. قال لك احكي معه بكل قرف ممكن معلم. هون انت بتكون امورك 100%. اعمل كل إشي غلط كان نفسك تعمله، وهيك أنا بضمن لك يعني تترك بكل يعني أريحية. وهيك وبعد ما معلم تركت بكل أريحية، شو صار عندك وقت تسوي؟ صار عندك وقت تقعد براحتك برواق، من غير ما حدا يقول لك ليش قاعد تحضر يوتيوب. تفتح اليوتيوب وتحضر فيديوهاتي اللي كنت بحكي لك فيها
كيف تلاقي وظيفة جديدة معلم، كيف تطور مهاراتك، كيف تشتغل على حالك. اوعى ترجع تحضر لا هذا الفيديو ولا الفيديو اللي قبله عشان الله يضبط صورتك، تلاقي وظيفة تستمر فيها وتدير بالك على حالك. والسلام.